كان كتير صعب انه اليوم جايين وكان وقتنا صعب ومتشارعين ومتخانقين وطاطلة عم يحربنا فيها ابليس هو تيفشلنا السيف الابيض واسع هيك عم يعمل رجلي هيك على السيارة بسرعة فجأة بلاقي نرجيش صوت عم بسمع رجع حد دارتي وجلدني هون في الجسم بريتني مو شو عم نعمل اليوم؟ وين جايين؟ هاي اليوم عنا تصوير بمناسبة عيد تلالمير 30 وهيدا المخرج ورانا هيدا المخرج عم يعطي أمور وهيدون التيم كلنا ايه؟ وإذا فتنا هيك لهون شو منلاقي هون؟ هون نقعد باكستيج هون الباكستيج ليكو الأوضة الصفرة شو حلوة فيها شجرة فيها شجرة فيها فوتو صفرة عرفنا على المخرج قربت أن نقول له هاي يلا هيدا هو القصة كلها بروديوسر مخرج 25 سنة بتصدق أو لا تصدق عمره 25 سنة معقول وفي سيزر اللي بتحبه كثير هاي سيزر هيدا أقوى عالم أنت عم بتلحق على الكل هيدا لأخو جنبه تعوز صوت ما تفاجئ إلهي قد أحبني وابتهاجي نصرتي فرحتني يسوع مسحتني دموع جعلتني لك ليس مثلك بدنا نفوت على الأوضة بس نخبركم خبرية كان كتير صعب انه اليوم جايين وكان وقتنا صعب ومتشارعين ومتخانقين بس مثل العادة دايما بنقول بس هيك نحكي ونخطب كل شيء بس طالع عن جد الرب مثل هيك بيعمل وبيغير بيعطينا هيك سلام وبتعرف هيك بفكر مرات انه كجنود بالحرب بدنا نكون دايما مستعدين لو شو ما كنا عم نقطع فيه صح؟ صح بدنا نحط براسنا نحن رايحين نخدم الرب في تشويش بس هيدا الآية لأننا لنجه الأفكار هو أفكار الشيطان بده يشوشنا ويتعبنا منقرر نحارب ونعمل واجبنا قدام الرب وندعسه تحت إجرين يسوع وهو وهلا ببارك. كتير هيك بالشتة بالمناطق العالية بيكون في ضباب كتير خطير ما فينا نقشع لو بدوينا أو بدو ما فينا نقشع بذكر مرة كنا طالعين أنا وياك على الجبل وعن جد خفنا توقع السيارة وما كنا عم نشوف شيء وهيك شبهنا هذا الضباب موجود مرات بحياتنا وقطعنا بهذا الشيء هذا هيك هالشهر إذا بدكم ما فينا نفكر بوضوح في هيك مثل غباشة على عقلنا في ضغط دايم أشياء من برا مشاكل حتى بيناتنا مثل ما هلأ سمعوا سمعتوا انه كنا جايين تنصور بس كان في ضباب قوي ورا الضباب بيعمل شوي مشاكل بس الجمال بالموضوع انه نقدر بالضباب نضوي تنشوف وماريان قالت وهيدي حياتنا مبنية على يسوع لو في ضباب لو في غباشة علي يمكن اكتر بس كنا حطينا الموضوع بالصلاة قبل ما حتى جينا تنصور وشو بتعمل بتخيل قد ايه الضوء مهم للضباب انا بصراحه هيك كتير بتمسك دائما بهيدا الايه بمزمور 119 لما داود يعني كان عم يمرق بظروف كتير صعبه حدا بده يقتله يعني ما في اقوى من هيك وقال انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي الشيء اللي يمكن الوحيد اللي منفكر انه كان عم يرفعني انا شخصيا اكيد لرواد هو النور يلي هو كلمه الرب يعني مرات كنا عم نقرا ايه هيك تفرحنا نحس انه كان شربنا هيك شيء مي روانه ايات نحارب فيها نقول يا رب انت ما رح تتركنا بدي حارب الضغوطات اللي عم يحاربنا فيها ابليس
هو طيب فشلنا يمكن اذا عم بحربنا نحن مشاكل بين بعضنا، لان بيعرف قد ايه زواجنا مثمر وفي عم بيكون نور لكثير عالم، فهو بده يطفي هذا النور. وطريقك بالضباب او طريق الكابل بالضباب ما بتكون طريق قصيره، بتمسك النور بس بمحلات انت النور، يعني يسوع، يعني كلمه يسوع الصلاه، نقرا بكلمته تنتحرر ننكسر، قل له يا رب غيرنا، بس انت وماشي بالطريق منها قصيره، مش نهار واثنين، مرات ما تستغرب انه الحرب اللي هي الضباب، الحرب اللي من الشيطان عليك بتكون مرات على شهر، بس هل انت محارب؟ هل انت جبار بأس؟ رح تستسلم انت ومرتك؟ هل مستعدين انه اثنيناتنا نتغير؟ وتذكر انه عن جد الشيء اللي بيكون عم يحربكم فيه الشيطان بيعرف انه هيدا الشيء هو الدعوه الله على حياتكم. اذا حربنا بزواجنا مثل ما قلت، عارف انه دعوه الله يستخدمنا بزواجنا ونأثر بحياه كثير عالم، ما بدنا نستسلم، بالعكس اتس وورث ات، هالامر بيستاهل انه نحارب نصلي. عن جد انا بهالفتره الرب ضويلة على كثير امور يمكن انا كنت مغيره فيها مع رواد، وين راحت هيدا المراه الكايند الخاضعه اللي بتحترم جوزها هيك، مع انه بعرف قد ايه بتحترميني، بس ماريانا قد ما هي قد ما حنونه وقد ما طيبه، شافت حالها انه شوي على ضغط الحياه وعلى الضباب، على تربيه نوا، على اللي عم بيصير معنا كورونا وكل شيء. بيصيروا مرات الناس ينبروا ببعضهم او يضيق خلق الام لان بتكون تعبانه ومضغوطه، فقلت يا رب ما بدي اسمح لها لو شو ما كان ياثر على كيف انا بعامل زوج، وهذا الشيء هو كان دائما يقول عنه عن ماي كايندنس، عن لطفه. فهيك شو حلو انه الرب حتى بالاوقات الصعبه اللي بنقطع فيها بحولها ليرقينا ويرجع يلمعنا هيك بلمعه الذهب تيلمعنا بكلمته. شو ما كانت الضباب اللي عم تمرقوا فيه والمحل اللي عم تمرقوا فيه، عرفوا رح تستخدموا النور وتصيروا قوية وتروحوا لعند حدا تاني عنده ضباب وتضووا هيدا النور وتعطوه تهو يقدر يكمل الطريق ويروح يخلي شخص تاني رايح بطريق فيها ضباب يقدر يوصله بالنور، بقى واحد ورا التاني. وبقلكن انه من بعد ما صورنا تليمير وهيك راح الضباب، كان عنا مش عم نمثل، كنا فرحين كنا حزينين، اذا نزلين نحنا نصور ترنيمه للرب بس نحنا متخانقين ما فينا نمثل، كسرنا للرب وصرخنا والرب عطانا فرح وحب، كنا عم ننظر لبعض بطريقه رائعه. واجبلني لأشابه شخصك، اجعلني خزفا في يدك، واجبلني لأشابه شخصك. إلهي أمجدك، مخلصي أعظمك، أنت القدوس يا رب الجنود. Show Sisi how strong you are. هيك لك بيعمل رقبته لقدام. اوه عم بفرجيك قد ايه هو قوي. وين نحن نحن متحمدون. حلوة ضيعتي؟ حلوة ضيعتيك؟ ضيعة الطفولة طبعا. بس هيدا ربا لمريان، هيدا المطرح ده ربا ليوم التربة، هيدا بيكون بولوس او هي مرة خبطتلي راس هيدا نوا مبسوط. تعطي فرجيكم وصفقنا. That was my room. ليكو لمريان شو كنت ترسم حلو هي صغيرة، هيدا كنت لعبة المفضلة تبعي، كتب تبعي، شوف هي ذكريات، بحب افتح الجوارير اتذكر شو كنت يعني كنت زعمتي. يا والله شو حلو المطبخ تعال شو المطبخ، مطرح ما كنا نقوم انا وبول بنص الليل ناكل. ترى يامي بابيلا هي بورت، تذكر لما كنا نقوم نحن وصغار نفتح البراد وناكل. كنت انت تخبوا علي السكسي وما كنت لاقيهم، يجوا ياكلون بالليل وانا اجي بلش ابكي. حظ هاي هلا عم نتمشى مثل ما كنا نتمشى نحن وصغار.
بحمدون وطالعين نجيب النقش. مين بحمدون؟ ياه. نو ار يو هابي وذ انكل ماركو؟ يا قلبي زعلني. انا عندي سياره حمراء صغيره دعوس فيها للجايه لتمشي، فانا قلت انه اكيد السياره اسرع من سته، هيك فكرت يعني. فنزلت بقلبها وكنت معذبه كثير وما بعرف شو عملت لها، خربت لها الدنيا فوق قصتها وهربت وبلشت تضحك هيك انا صغير هالقد جاي لابس هذا السليب الابيض واسع هيك وعم يعمل رجلي هيك على السياره بسرعه، فجاه بلاقي نرجيش صوت عم بسمع اجى حتى انت وجلدني هون كل الجسم تلمع. حرام. من وقتها ما بنسيها بقى وصرت حبها لسته كثير. بابي انا بتذكر شو احلى شيء بتحبه انت اكثر شيء شو بتحب؟ حلو. انه تقعد مع ثلاثه خالو. اوكي ماركو واكل شوكولاته مع ماركو. نورس نورس اللي بتحب اكثر ماركو او بولي؟ بولي ماركو. هون قطعت كهربا مش هيك؟ بس عم نلعب شو؟ اونو. يا انا معي خمسه، ما في شيء بيمنعنا نلعب اونو. بس كيف بتاخذ على كهربا كبرتك؟ هي للقطاطة طيب نحط بصلة.